وللحديث عن أزمة قطع أموال الرعاية الاجتماعية وأثرها على الأسرة الفقيرة لا سيما في المحافظات المنكوبة، ينضم إلينا عبر الهاتف من بغداد الصحفي العراقي أحمد الجميلي. أهلا بك معنا أستاذ أحمد. أهلا ومرحبا، حياكم الله. حياكم الله أستاذ أحمد. يعني المتحدث باسم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية صرح بأن الوزارة تعاني من قلة التخصيصات المالية. لماذا تعاني الوزارة من قلة المخصصات ولها حسابات مفروضة بحسب الموازنات العامة التي أقرها القانون؟ نعم، بالتأكيد تأثرت مخصصات الوزارات العراقية بالخطة الاقتصادية الجديدة التي تحاول تطبيقها حكومة الكاظمي، والتي اعتمدت على تقليل الإنفاق الحكومي مقابل القيام بمشاريع وصفتها بأنها مشاريع كبيرة لدعم تأسيس البنى التحتية، وكذلك ربما هي محاولة من حكومة الكاظمي لاستيعاب حركات الاحتجاج الواسعة والمستمرة في العاصمة العراقية بغداد، وكذلك في بقية المحافظات العراقية من قبل الخريجين العاطلين عن العمل. وهنالك يعني خبراء تحدثوا من ان حكومه الكاظمي تحاول ان تضع بصمه في هذا المجال من خلال تعيين اكبر قدر ممكن من الخريجين، وهذا بالتاكيد يعني سيكون على حساب الموازنه العامه للدوله، وكذلك على حساب المبالغ التي كانت مخصصه سابقا للوزارات، وبضمنها بالتأكيد طبعا وزارة العمل والشؤون الاجتماعية. نعم، يعني أكثر من 1,400,000 عائلة كانت تتلقى إعانات نقدية شهريا من ضمن نظام الرعاية الاجتماعية. السؤال هنا، كيف سيكون مصير هؤلاء في ظل تقليص الحكومة لمخصصات يعني وزارة العمل والشؤون الاجتماعية أيضا؟ نعم، بالتأكيد يعني مصير هذه العوائل سيكون مصير مئات الآلاف من العوائل العراقية الذين يقبعون تحت خط الفقر في العراق. كما تعلمون مؤشرات الطبقة الفقيرة في العراق تزداد يوما بعد يوم، حتى أن المجتمع العراقي بات منقسما بين فئة يعني ثرية جدا وبين فئة فقيرة جدا، على حساب الطبقة الوسطى التي بدأت تتضاءل شيئا فشيئا. اليوم جيوش العاطلين عن العمل وكذلك جيوش الفقراء يعني تملأ المدن العراقية، لا سيما المدن التي تعرضت لعمليات عسكرية كبيرة أدت إلى خراب هذه المدن وتدمير البنى التحتية. لذلك حتى يعني عندما كانت وزارة العمل تمتلك أكثر من 5 تريليون دينار عراقي، لم تكن تستطيع أن تغطي حجم والإنفاق على العوائل العراقية الفقيرة التي تنطبق عليها شروط الوزارة، كونهم لا يمتلكون أي مصدر للدخل أو كونهم لا يمتلكون أي فرد من أفراد العائلة لديه وظيفة حكومية بالإمكان أن ينفق عليهم من خلالها. لذلك يعني المؤشرات القادمة لمستوى خط الفقر سوف تزداد بشكل كبير بالتزامن مع الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها العراق اليوم، بالتزامن مع الأزمة العالمية جراء الحرب الروسية على أوكرانيا، وكذلك ما خلفته من وباء كورونا من ضربة اقتصادية كبيرة للاقتصاد العالمي. نعم، يعني العائلات المستفيدة من الإعانات كما تعلم تتلقى حوالي 100,000 دينار كحد أدنى و 225,000 كحد أقصى شهريا. هل تعتقد أن هذه المبالغ يمكن أن تكفي عائلة واحدة في ظل تدهور قيمة الدينار وفي ظل هذه الظروف التي تفضلت بها؟ بالتأكيد لا، يعني كما تعلم اليوم الأسعار في الأسواق العراقية تزداد يوما بعد يوم، وبالتالي أن 100,000 دينار أو 150,000 وحتى 500,000 دينار لا تكفي للإنفاق على
وسد نفقات عائلة عراقية يعني متوسط العدد، وهذا بالتأكيد يرجع إلى يعني سوء تخطيط من قبل وزارة العمل وكذلك من قبل الحكومة العراقية التي تنفق هذه المبالغ وتسميها رواتب على عوائل مستحقة. أيضا هنالك مؤشرات على أن هذه المبالغ التي كانت مرصودة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية للأسف يذهب قسم كبير منها إلى جيوب الفاسدين من خلال وضع مستحقين فضائيين بأوراق مزورة، أو من خلال يعني صرف رواتب الرعاية الاجتماعية لأشخاص غير مستحقين لها كونهم يمتلكون وظيفة أو كونهم يعملون في التجارة ولديهم دخل جيد. وهنالك قصة تعرف العراقيون اليوم عن قيام أشخاص بالحصول على راتب الرعاية الاجتماعية بالرغم من حالتهم الاقتصادية الجيدة، حتى أنهم يعني استغلوا هذه الرواتب واشتروا السيارات الفارهة وكذلك يعني أنفقوا الكثير من هذه الأموال من خلال حصولهم على راتب الرعاية الاجتماعية. نعم، سريعا سيد أحمد، يعني هل تعتقد أن هذا الأمر وهذا التضييق له علاقة ب يعني معاناتهم للهجرة أو تزيد من معاناتهم للهجرة ولربما لتغيير ديموغرافي مخطط له؟ نعم بالتأكيد، اليوم المجتمع العراقي يعني تتهدده الكثير من المخاطر، لعل أولها الحالة الاقتصادية، ولعل على رأسها أيضا مسألة التصحر ومسألة الجفاف ومسألة قلة المياه في المحافظات العراقية الكبيرة مثل المحافظات الجنوبية، بالإضافة إلى الحالة الاقتصادية المأساوية التي تعاني منها هذه العوائل. شكرا جزيلا لك، عذرا للمقاطعة، شكرا جزيلا لك، كنت ضيفا عبر الهاتف من بغداد الصحفي أحمد الجميلي، شكرا جزيلا لك.